ومعنا مباشرة من القاهرة وسيم القرشي المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن. ومعنا هنا في الاستوديو دكتور محمد جميح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني. أهلا بكما. سيد وسيم القرشي، عندما نتحدث عن حركة نزوح كبيرة تجري في اليمن، عن معاناة الناس بسبب الأحداث التي لم تنجلي حتى الآن، عن ماذا نتحدث؟ لو تقرب لنا الصورة قليلا. الوضع في اليمن مأساوي بكل ما تعنيها الكلمة. الأمر ليس في أبيان فقط، أبيان لأنها تعاني من صراع ابتدأه نظام علي صالح حينما قام بسحب القوات المسلحة التي كانت حول مدينة أبيان والتي كانت تحمي المدينة من خطر القاعدة، لكنه عندما أراد استخدامها كورقة ضغط على الخارج لإبقائه على السلطة قام بسحب قواته، ومن ثم سيطرت قوات مسلحين وقاعدة لهم ارتباط بعلي صالح على المدينة. الآن يريدون إخراجهم بشكل أو بآخر، وهذا جاء على حساب الأهالي، قصف مستمر سواء بالطائرات أو بالمدفعية بكل أنواع الأسلحة، وبالتالي لم يعد العيش في زنقبر وهي عاصمة مدينة أبيان ممكنا، فبالتأكيد كان هناك نزوح بعشرات الآلاف من المدينة إلى مدن قريبة، وأقرب مدينة هي مدينة عدن وهي لا تستطيع أن تفي باحتياجاتهم. هذا النزوح ليس في أبيان فقط، أيضا في صنعاء وهي العاصمة وفي تعز وهي ثالث كبرى المدن اليمنية، لم يعد العيش فيها أيضا ممكنا بسبب قصف قوات الحرس الجمهوري للأحياء السكنية ولأطراف المدينة بدعوى اشتباكات مع قوات هنا أو هناك. سلمية الثورة التي بدأها الشباب والتي يصرون على إنهائها بهذا الشكل، يريد علي صالح أن يلغيها بافتعال حرب عن طريق قصف هذه المناطق، والأمر ينعكس بالتأكيد على الأهالي وعلى السكان هذه المناطق. أيضا انقطاع الكهرباء بأكثر من 20 ساعة يوميا سواء في العاصمة أو في تعز أو في المدن الرئيسية، انقطاع كامل الخدمات، كل هذه المآسي، وبالأخير قتل العشرات من اليمنيين. ربما سمعتم أيضا بما حدث في أبيان خلال البارحة عن مقتل أكثر من 30 جندي، سواء كان بالخطأ أم لم يكن بالخطأ، أم كان مقصودا باعتبار أن الذين قتلوا من لواء مؤيد للثورة وليس من القوات التابعة للنظام علي عبد الله صالح، وهم الذين فعلا طهروا مدينة زنقبار من المسلحين. فبالأخير الدم اليمني ينزف باستمرار والمعاناة تستمر، والجميع يقف متفرقين ويقفون ينتظرون قرار علي عبد الله صالح. لأن الآن الشعب، معاناة الشعب اليمني مرتبطة برحيل هذا الرجل وأبنائه. شعب أكثر من 24 مليون يعانون فقط لأن علي عبد الله صالح وأبنائه يريدون يحافظوا على السلطة. دكتور جميح، يعني قصف بالخطأ يروح ضحيته 30 شخص، قصف متعمد يروح ضحيته أيضا العشرات. وصفت أنت اليوم في مقالة ما يحدث في اليمن بالهروب المريع. من يعني إذا ما أردنا توصيف الوضع فعلا، ما الذي يجري؟ هل ما زلنا نتحدث عن ثورة في اليمن؟ هل فعلا بدأت الحرب الأهلية ولا أحد يريد الاعتراف بهذا الأمر؟ دعيني فقط أتكلم عن موضوع الثلاثين إلى 20 إلى 30 عسكريا قتلوا. أنا كنت على تواصل مع محمد الصوملي، العميد محمد الصوملي، قائد لواء 25 ميكا قبل 4 إلى 5 ساعات، وهو نفى قاطعا أن يكون هناك أعداد من الجنود قتلوا حسب روايته، وربما يسمعني، وهو طبعا في الميدان. هذا بس للتصحيح، هذا مقال تلفزيون يمني، يعني هو نفى نفيا قاطعا وكذلك يعني العملية، ولكن الكثير من الناس من المنطقة ووكالة الأنباء أكدت هذا الأمر. على كل هذه نقطة جزئية، لكن بشكل عام الذي يحدث في اليمن هو مأساة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الدولة انحسر نفوذها عن كثير من مناطق البلاد، كثير من المحافظات سقطت إما في أيدي الثوار أو أنها دخلت أو عمتها الفوضى، بعض المناطق دخلتها القاعدة. هناك حالة من الشلل التام، هناك هروب مريع كما تفضلت أنت لرؤوس الأموال، للتجار، الحكماء، العقلاء، السياسيون، كثير من الأساسة هربوا أولادهم وأسرهم إلى خارج البلاد، كثير من الأموال الآن هناك تقارير عن أموال من السلطة والمعارضة أيضا ومن التجار العاديين خرجوا أموالهم إلى خارج البلد من أجل وجود، تعرفين، راس المال جبان لا يستطيع ان يصمد امام. هل تعتقد ان ذلك مؤشر على ان ما سياتي على اليمن، الايام التي ستاتي على اليمن ستكون بعد اقسى واصعب من الايام التي نشهدها الان؟ انا في تصوري انه لن تكون هناك حرب اهليه بالمعنى الشامل للحرب الاهليه، ستكون هناك نتوءات جزئيه هنا وهناك من اجل
بعض التنفيس من الحالة المتوترة أصلا في البلاد، وهذه نشهدها بشكل يومي، انفجارات هنا وهناك، تفاقم الوضع العسكري هنا وهناك. لكن لو نظرت إلى وضع البلاد على مدار أكثر من 6 أشهر، ليس هذا عمر الثورة وإنما 6 أشهر هي عمر القلاقل الأمنية التي حصلت، تجدين أن كثير من مناطق اليمن انحسر عنها نفوذ الدولة، ومع ذلك لم يدخل الناس في حرب أهلية، لم يحتربوا، لم يقتتلوا، أمور الناس تمشي بشكل أو بآخر، هم يسيرون أمورهم. الحرب الأهلية إن جاز أن نقول أنه يمكن أن تندلع هناك حرب، فستكون اشتباكات أظن أنها ستكون محدودة في المدن الرئيسية من اليمن، في صنعاء، في تعز، في عدن، لكن لا أتصور، لأنه لا الإقليم يسمح بحرب أهلية، ولا العالم الغربي يسمح بحرب أهلية، ولا الأطراف الموجودة في الداخل. هناك نوع من توازن الرعب بين هذه الأطراف، يمكن لتوازن الرعب هذا أن يجعل كثير من العقلاء يفكروا في عدم الذهاب إلى الحرب الأهلية. سيد وسيم القرشي، وأنت يعني حسب ما علمت أنت عدت بالأمس فقط من اليمن، يعني هل تعتقد أن هذا البلد يعني بقي فيه مكونات بلد يستحق القتال من أجل أن يحكم من قبل طرف ما، أم أننا يعني في حال يعني انتهاء هذه الأزمة التي يمر بها سوف يحتاج هذا البلد إلى مرحلة طويلة ربما من إعادة إعمار كل مؤسساته وكل يعني مؤسساته وتشعباته الخدمية؟ بالتأكيد ربما يكون عامل مقلق للكثير ما وصلت إليه اليمن، لكنه أيضا قد يكون عامل أمان أن يتشارك الجميع في بناء اليمن لاحقا، لأنه ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف أن ينفرد بإدارة اليمن ما بعد علي عبد الله الصالح، لأن حقيقة ستكون منهارة اقتصاديا ومن كل النواحي باستثناء الجانب الأمني الذي تخوف منه الجميع. كما تفضل ضيفك الكريم، اليمنيين يتعايشون دون حروب، كل المناطق التي انحسر فيها وجود علي صالح وقواته لا تشهد أي حوادث أمنية. أي أن بقى علي صالح وقواته هو عامل الخوف وهو عامل الزعزعة. ليس هذا ما قصدته، يعني قصدت يعني هل هناك من مؤسسات ما زالت تعمل في البلاد؟ هل هناك خدمات ما زالت تقدم للناس؟ يعني نسمع كل يوم عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة جدا، نسمع عن انقطاع المياه، عن يعني عدم توفر السلع الغذائية، الوقود وما إلى ذلك من سلع لا يتمكن المواطنون من الحصول عليها. أقصد أن هل البلد كمؤسسات ما زالت قائمة؟ وضح سؤالك. نعم، باعتبار ما يجب أن تقدمه الدولة للمواطنين، لا يمكن أن تقول أن هناك دولة الآن تقدم أي خدمات للمواطنين. الدولة انحسر أداءها ونظام علي صالح انحسر أداءه وإمكانياته في يد القوات التي تواليه للحفاظ على حكمه. أما أن هناك مؤسسات تقدم خدمات للمواطنين فلا يمكن أن تعتبرها خدمات وتنسبيها إلى أن هذه إمكانيات دولة يجب أن تقدم للشعب. خدمات لا يمكن أن ترقى إلى مستوى خدمات دولة. لكن أنا أحب أيضا أن أعلق على كلام الضيف الكريم، أنه لا يهمنا من أي طرف كانت هذه الدماء. الدماء اليمنية غالية عموما، وبالتالي الجنود سواء كانوا من الذين انضموا للثورة أو من الذين ما زالوا مع علي عصمة بموالي علي صالح، مشكلة اليمن تكمن في وجود علي صالح على النظام، وهذا أمر اتفق عليه الداخل والخارج. الشعب اليمني لا يعاني خصومة أيضا مع حزب المؤتمر الشعبي العام، يعاني خصومة مع علي عبد الله صالح وأبنائه، ولهذا فإن ذهاب هذا الرجل هو كفيل بإنهاء كل المشاكل وكل التوترات في اليمن، وستعيش اليمن حالة طبيعية وسيستطيع أبنائه أن يبنوه. فقط عليه أن يرحل هو أبنائه. دكتور جميح، برأيك المعاناة التي يعيشها الناس، حالة النزوح التي وصفتها، تعطل الخدمات في كثير من المناطق، وحالة تقطع أوصال الأحياء أساسا هي معزولة عن بعضها حسب ما نعرف بسبب القنص وبسبب القصف وبسبب تبادل إطلاق نار خاصة في صنعاء، برأيك إلى متى سيصمد الناس؟ يعني إلى متى سيتحملوا هذا الوضع؟ ألن ييأسوا؟ ألن يأتي يوم؟ أليس هذا ربما ما يراهن عليه علي عبد الله صالح، أن يتعب الناس ويملوا ويريدوا ويطالبوا بالعودة إلى الحياة الطبيعية؟ هم إذا تعبوا وملوا فهو أحد أمرين، إما أن كما تقول رواية النظام سيعودون إلى البيوت، وإما أن يعودون إلى البيوت ويحملون أسلحتهم يخرجون للشارع مرة أخرى. أمران لا ثالث لهما. لكن أنا لا أتوقع هذا. أنا لا أتوقع أن الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع بعد هذه المدة الطويلة 8 أشهر يمكن أن يرجعوا بدون تحقيق المنجز التغيير.
الذي حلموا به. هذه مسلمة المسلمات. أعتقد أن الدوائر واسعة في منظومة الحكم بدأت تؤمن بهذه الحقيقة أنها مسلمة المسلمات، لابد من التغيير. النقطة التي الأخرى هو أن الدوائر التي لا تؤمن بالتغيير ضمن منظومة النظام القائم هي لديها تخوفاتها من المستقبل، ولذلك ينبغي للشباب في الشوارع، ينبغي للمعارضة أن لا ترتكب الخطأ الكبير باستثناء المؤتمر الشعبي العام من المشاركة، فعلا وهو لن يستثنى أصلا، لأن نعم. حتى في إطار المبادرة الخليجية هي لا تنص على رحيل النظام بما هو مؤتمر من الدولة. أرجعنا إلى الحديث السياسي، كنت أريد يعني مناقشة موضوع إنسانيا أكثر. شكرا لك دكتور محمد جميح، شكرا. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، أشكرك من القاهرة. وسيم القرشي المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن. الاحتجاجات